الرسالة للأغنياء. الغنى نعمة من الله سبحانه وتعالى لا شك، ولازم الإنسان يحمد الله عليها، لكن إذا كنت غني لا تضب إيدك. الله سبحانه وتعالى أعطاك خرجيتك وخرجية غيرك، دير بالك انتبه. فلذلك الفقراء ما افتقروا وما جاعوا وما عروا وما تم في معهم مال إلا بمنع الأغنياء الصدقة والزكاة. فلو أنه نعم الناس تعطي ما منلاقي فقير في بلاد المسلمين. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بخلال سنتين ما تم فقير في بلاد المسلمين. أعطوا أعطينا، زوجوا زوجنا، احملوا في سبيل الله حملنا في سبيل الله، زوجوا أهل الذمة زوجناهم، ما تم حدا. ليش؟ لأنه الناس كانت نعم تدفع الزكاة وتتصدق. يعني أنت هلأ أكثر من قميص ما فيك تلبس، وأكثر من مرأدة ما فيك تأكل. طيب هل مئات الألوف أو الملايين اللي حاططها عندك ونايمة عليها شو مستفيد منها؟ ما هو المال اللي مننفقه بحياتنا 5% من اللي مننملكه، ومنموت ومندشر البقية. طيب ليش ما أنه أولادك تمتعوا بهالمال؟ ليش ما تصدقت على جيرانك؟ تصدقوا بما تكرهون؟ يعني ما بتصدق بالطبخة إلا إذا كان شفت أنه ما عاد تتاكل، وما بتصدق بقميص إلا ما عاد حدا يلبسه في بيتك انتهت فترة الصلاحية تبعه. شو بيمنع إذا كان اشتريت لفقير بدلة كاملة، أواعي كاملة لبسته إياها، قديش بينسر فيها، قديش بينبسط. نعم، شو بيمنع إذا طبخنا طبخة ظريفة ومن على النار مباشرة للجيران؟ أليس الله سبحانه وتعالى قد أوصانا بالجار؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه أكثر إيش من الماء وأكثر من الطبخ مشان تسكب لجيرانك منها، وإنه لا تفوت بالفاكهة على البيت حتى لا يغيظ ولدك ولده. فلذلك هي اليوم لما بنحمل هي قياس الفضيحة يلي مبين الموز منا والتفاح منا والبردقان منا، وفي حوالينا أرامل وحوالينا أيتام وحوالينا كل شيء، وبيمروا أولادنا من بيناتهم، أنت ببالك ما فيها حساب؟ إي نعم. يوقف الإنسان يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، منين جبت هالمال؟ جبته من حلال أنفقته في حرام، خذوه إلى النار. جبته من حرام أنفقته في حلال، خذوه إلى النار. جبته من حرام أنفقته في حرام، خذوه إلى النار. إلا رجل قال جبته من حلال أنفقته في حلال، هذا أوقفوه للحساب. الدنيا حلالها حساب. فلذلك المال إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك المال لا تبخل فيه، لا تضبطه وتسكر عليه، لا تقفل عليه وغيرك محتاج. إي نعم، أولادك إذا بحاجة لشيء وأنت معك مال. البخل سبحان الله، البخل ما في أسوأ من البخل، أقبح القبيح. مسلم شحيح. إذا أنت مسلم ومؤمن بأنه العطاء عطاء الله سبحانه وتعالى، ومؤمن أنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ورب العالمين أعطاك خرجيتك وبحبح لك أهون شوية، طيب ما تكرم غيره؟ يعني هلا إذا فتت لعند سمان قاعد عنده صديقك، لقيت عنده دفتر، إي نعم هذا الدفتر الدين، فإذا كان سألته أنه في ناس عندك مديونة ما محتوا فيه، وقال لك إيه وسكرت الحساب، شو خسران؟ إذا معك مال، إذا فت على صيدلية ناس أخذي أدوية بالدين ما حد توفي وسكرت الحساب، أنت بتعرف شو صارت قيمتك عند الله سبحانه وتعالى؟ تنتبه أنت مين صرت عند رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى هو الكريم، بيحب الكريم. هي الصفات بيحبنا نتصف فيها. إيه نعم، الغنى هو نعمة، نعمة، لكن في مسؤوليات. لما تعطي شيء ما هو أنت صاحب المني، صاحب المني اللي أمد إيده وأخذ منك، لأنه هدول اللي بياخذوا إيش بالنسبة لنا، بياخذوا الأموال للآخرة، هدول اللي نعم تلاقي بيحملوا صدقاتنا للآخرة. ليش زكاتك مين عم ياخذها أنت الفقير؟ إنما الصدقات، أصل الصدقة لرب العالمين سبحانه وتعالى نحن ندفعها لله، لكن هذا الفقير نائب عن رب العالمين، هو بيقول لك هاتها مشان تلاقيها في الآخرة. كانت السيدة عائشة الله يرضى عنها تعطر المال، كانت تقول يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. فشوف شو بدك تحط بإيد الله سبحانه وتعالى.